يعني دائما بنكون نقعد بدون سبب بيجي يخمعونا دائما، يعني كل نص ساعه بفتش هوياتنا، وبيكونوا اغلبهم عارفين انه احنا من الحي، بس يعني بيعملوا هيك جكر وبمرقوا اليهود عادي، بس احنا اهل الحي السكان الاصليين ما بيقبلوا يمرقونا، مع انه احنا يعني هم عارفين انه هم اليهود المستوطنين هم اللي دخلوا على هذا الحي. احنا كاهل حي بنلعب مع بعض، بنحب بعض، بنلعب مع بعض وبنتسلى مع بعض. هذول دورنا حقنا، يعني مش لازم ياخذوهم منا. كل طفل، كل طفل من حقه يكون عنده دار، كل طفل. بس أهل غزة مساكين من القصف بيوتهم انهدت، وصار لهم يعني صاروا كأنهم حزينين، وفي يعني شهداء كتير بغزة، وإحنا بنقلق على أهل غزة وقلوبنا مع قلوب أهل غزة. احنا دائما بنحب انه نبين صمودنا لهم، خاصه للمستوطنين، لانه دائما هم كانوا يطلعوا ويغنوا، بس احنا بنعمل برضه بالمثل، عشان احنا دائما ما بنحس انه الحاره فاضيه، لانه هي الحمد لله فيها حياه، في متضامنين اهل الحاره، بنلعب بالطابه، رسمنا جداريات عشان انه نقدر احنا نورجيهم انه احنا صامدين وما رح نطلع من بيوتنا. احنا تعرضنا للرصاص الحي، الرصاص المطاط، وتعرضنا لقنابل الصوت وقنابل الغاز، وتعرضنا برضه للمياه العادمة، وتعرضنا للخيالة تيجي تفعصنا بالحوافر تبعونها، تدعس علينا، بس ما شو ما سووا، شو ما عملوا، شو ما، إن شاء الله بنكون شهداء، بس إحنا راح نضل واقف صامدون. احنا مش رح نوقف، يعني رح نضلنا مكملين، رح حتى لو نصبنا اي شيء رح نضلنا مكملين، مش رح نطلع من هون. واحنا رسمنا لوحة انه لن نرحل، وبرضه لما مش رح نرحل رح نكتب انه لم نرحل، يعني احنا رح نضل مبسوطين، مش رح يأثر علينا ولا اي شيء، لا ضرب ولا مسبات ولا اي شيء ولا اي اعتداءات. رح نضل موجودين، رح نضلنا صامدين، رح نضلنا بالمظاهرات، ومش رح نزعل على اي شيء. يعني انا ضربوني، بالنسبه لي ضرب ما بكيت عليه، انا بكيت على المشهد اللي هي خلعت لاختي المنديل. اللهم ان الغاصبين قد طغوا في البلاد، فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربي صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك، فانهم لا يعجزون. اللهم جمد الدم في عروقهم يا الله، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم يا الله. اللهم احفظ هذا الحي بعينك التي لا تنام، اللهم احفظ لنا قدسنا وشعبنا واقصانا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ شبابنا وشيوخنا ونساءنا.